الأخ عميد أبو نضال مدير عام للمؤسسات الوطنية للغرفة التجارية الأخوة مؤثري المؤسسات المدنية هذا المهرجان الختامي للأنشطة الطلابية نمثله سنويا خلاله يتم عرض العديد من الفعاليات التي ينفذها الطلبة الذين شاركوا في هذه الأنشطة خلال العام الدراسي وأيضا يتم تكريم معلمي المدارس ومديري المدارس الذين فعلوا الأنشطة في مدارسهم وفازوا في المسابقات المختلفة خلال على مستوى المديرية أو على مستوى الوزارة تعزيزا لهم على متابعة وتنفيذ الأنشطة في الأعوام الدراسية القادمة إن شاء الله. ومن هنا تنبع أهمية هذه الفعاليات والأنشطة المنهجية التي نقدمها. وهنا والمعلمين هذه النشاطات الطلابية التي يقوم بها طلبتنا تشحذ هممهم وتقوي شخصيتهم وتزيد الثقة بأنفسهم وهي بالمناسبة مساندة للمنهاج ومعززة للمنهاج وطلبتنا الذين يبدعون خلال العام ويكشفون عن إبداعاتهم في هذا اليوم نجدهم أكثر حيوية وأكثر نشاطا وأكثر عطاء وأكثر تقدما في العملية التعليمية لذلك نولي هذه النشاطات اهتماما كبيرا في وزارة التربية والتعليم. نستطيع القول انها جانب ترفيهي ولكنها جانب ينمي لدى الطلبه صقل الشخصيه وتنميه المهارات الابداعيه في كافه المجالات في القصه القصيره في الشعر في الادب في الموسيقى في الدبكه هي تلتصق تجعل طالبنا ملتصق بهويته بثقافته بتراثه وتعزيز هويته الفلسطينيه